هذا المكان أنا ومن محافظة ذي قار الشيخ رعد النمساوي وللذكرى السنوية الثانية على رحيل الفقيد المغدور حسن مريدي، ولا ننسى إخوانه المرحوم حسن المرحوم محمد مريدي، ولا ننسى الشاب العريس جواد، شاكرا للأخوة هذه الدعوة وأنا في خدمتكم إن شاء الله. فأحب وبطلب من الأخوة أصحاب الدعوة، إنه أبدأ مجلسي برثاء على السيد الشهيد الصدر ونجلي، وكل ما نقدمه لهذا الشهيد الليث هو قليل بحق، لكن نقول اللهم تقبل منا هذا القليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خاتم النبيين أبا القاسم محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن عدوهم وانصر ولدهم مقتدى مقتدى مقتدى. يا الله يا محمد يا علي يا مهدي. ليش عيدوا للصلوات؟ لا بأس بذكر محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا ليتنا نرزق شفاعتكم نفوز فوزا عظيما، فوزا عظيما إن شاء الله تعالى. قف لي هنيئة يا سائق الأضعان الذي أودهم تحت الثرى نيامو، ما كنا عشنا سوى ولا قعدنا سوى يا أبويا، أشو خلانا ومشى الذي فالذي يودهم تحت الثرى نيامو، بدمعي أغسل أبدانا لهم بدارنا، وأودعهم وداع المغرم يا أخي على فرقاهم، أخي على فرقاهم، وحش الدار خويا على فرقاهم، أنا ولا أقدر أنساهم. لسان السيد القائد يقول لأخوته ووالده:
ابويا ما اقدر انساهم ذول اعزازنا وما اقدر انساهم اخ يا المحواهم يا المحواهم واسفع على الوقت يا المحواهم تمر ذكرى على كل عزيز فقد عزيز عليه بما فيكم المتحدث نجلس في داخل الدار ننظر إلى مكان العزيز سالفين يا ما قعدنا وسالفين آخ ويا وحكينا خويا وحكينا وش قد تسامرنا وحكينا آخ اتفارقنا صارت صدق واتفارقنا ما بي مراجيل ما بي مراجيل صواب الغدر ما بي مراجيل صواب الغدر حسن يا اخويا صواب الغدر ما بي مراجيل لازم يقابل لازم يقابل اللي يطلب زلم لازم يقابل ما بي مراجيل ما بي مراجيل صواب الغدر ما بي مراجيل آماخ لازم يقابل يطلب زلم لازم 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 يقابيل من العواذيل من العواذيل كل المصيبة من العواذيل نقول معذور يا ابو الزلم اي معذور يا ابو الزلم ما حاس بالاحساية حسين معذور يا ابو الزلم معذور يا ابو الزلم ما حاس بله احسان يا ما يا موت الغدر للزلم والغدر ما ينعام ما يا يا ما ينعام يا 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 أصوابك من الظهر ما حاجة نحكي عتاب ويلي يا با يا أبويا أصوابك من الظهر ما حاجة نحكي عتاب آخ آخ حسن اخوك يقول قلال مات وقلت هذا الخبر كذايا وما 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 كذايا ما اسمع كونكم قابل زلم كونكم قابل زلم شارد لما من صايب كونكم قابل زلم
شارد الإمام انصاب لا للنجف غربت لا كقطع الباب الباب آخ اسمع يا البلملا وشنت شن خرزة الهبها يا وماب يا البلملا وشنت شن خرزة الهبها ماب ببطن ما يرفس حسن آخ آخ شيتا لحسين صا يا ما يا ما ينصا ماب كون المراجل بيع اي شيخنا كون المراجل كون المراجل بيع تنباع ما ظل غم يمشي على القايا قعدات الاخوان قعدات الاخوان خلصت بعد قعدات الاخوان يا اخ ما عدهم امكان ما عدهم امكان الحدر القبر ما عدهم امكان يا اخ 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 خويا نفرش الديوان نفرش الديوان والمن بعد نفرش الديوان راحوا يا الحنان راحوا يا الحنان راحوا يا الحنان هل بالنجف هل بالنجف راحوا يا الحنان لا الفاقد لا خوان لا الفاقد لا خوان يحلى البكي لا الفاقد لا خو يا ماخ اسمع اخ بكل وقت ينهان بكل وقت ينهان المعد اخو بكل وقت ينهان اخ خويا سوينا مكان سوينا مكان يمك بالقبر سوينا مكان كون القبور كون القبور تعرف الحيود شاسدت البيبان عالديود آخ ما رضى الدفان يا ابن امي ما رضى الدفان يمك نضل ما رضى الدفان اخ امرات خوان ايه امرات خوان ايه حسن ولي الزلم هم رايات خوايا اخ ظل خايل الامتان ظل خايل الامتان اش ما صد البيتنا وظل خايل الامتان والله هذا البيت طالع من قلبه الهلهلت فوق حسن يا اخويا الهلهلت فوق الطوامير يا وسفه ظلت بالكناتير
الهلال فوق الطوامير يا وزفة ظلت بالكناتير دكتوركم ما يمطي تقرير. ايش قال؟ قال الاسد ما منا تقصير عمي على الخوان عين يا ابوي. الهلالات فوق الطوامي اخويا على فرقاهم اعلى فرقاهم مر عامين خويا على فرقاهم ما نسيناهم ما نسيناهم ما نسيناهم المات وغدر ما نسيناهم. اخ نقعد وياهم نقعد وياهم نتمنى بعد نقعد وياهم. اخ ظلت وراهم ظلت وراهم اطفالهم ظلت وراهم. اخ 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 ظلت وراهم والوالدة تنشد وراهم. اي راد الاخوان راد الاخوان يا راد الاخوان يا راد الاخوان. اخ طبع الين ولي راد الاخوان بيهم يدفان يهاهم يا دفان لا تشتبه بيهم يا دفايا. بيهم يا دفان بيهم يا دفان لا تشتبه بيهم يا فما يا اخ ذولا الاخوان ذولا الاخوان ذولا اعزاز قلبي وذولا الاخوان. انا اطلب من سماحة الشيخ رعد ان اقرا هذه المقطوعه على نفس الحدث مال المغدور حسين مريدي. عوذة يا عوذة من الزلم من تختلف زلمة عوذة من الزلم من تختلف بزلمة يا ويتلفت ورا ما مش اخوه يمه. حج لثعوذة من الزلم من الزلم من تختلف زلمة ولك ويتلفت ورا ما مش أخو يمه. اسمع طبع الين ولي طبع الين ولي تلفت على عظا حسن يا اخويا ويظل يكره المفرد يعشق اللمه. اسمع يظل ياكل بروح الماء ورا خوامايا يظل ياكل بروحه الما وراء يا هاما يا لا
يظل ياكل بروح المورا اخوان ويظل من غيظة وحدة يشقق بهدمة. يظل يشقف ودي من تكثر الطقات انه بصير روح بروح ابن عمه ابن عمه. يظل يلوم بامه يقولها ليش ما خلفتي. يظل يلوم بامه الما ورا اخوان لان كلمة وحيد تقتل الزلمة تقتل الزلمة. ولو مو كل اخو يعرض بوقت الغيظ ابو فاضل اخو يختلف على يمه ابو فاضل اخو يختلف على يمه. ما يا زينب تقول ما جاوباني ما جاوباني ندهت الأخو ما جاوباني. عباس خويا ما أدري نساني ما أدري نساني ماني الغالي أو ما أدري نساني. ما حصلت جواب. جزاك الله خير خوي. ما حصلت جواب زينب. لكن تسمع عنين من قبر أخيها أبا الفاضل قال عمتي ابني أظن هاي التحشم عمتي ابني. أخي وناخيتني أخي وناخيتني أظن على وعليها وناخيتني. أخ خويا الزاد وأني الزاد وأني تدري الكتاني وزاد عني. خويا بعاد عني صرت يهن بعاد عني. يدخل عليها زين العباد يوم من الأيام يسألها عم لم هذا العنين. قالت بني لا تزدني كربا فوق كربي غالي نهن كلش بعد غالي نهن غالي نهن كلش بعد غالي نهن. عم أهلي المحنة خلصوا بعد أهلي المحنة. تقف على باب الدار تنظر لمقبرة كربلاء زينب تباوع على المقبرة. الله يحفظ داخلك ويد العقيل من أهل السوق هذا الشاعر. قالت يا الأعزاز نسيتي العافية عليكم يا الأعزاز. آخ قلبي ما طاب بعد وين عليك يا قلبي ما طاب. يا الحدر لا تراب متى ترد لي يا الحدر لا. هذن أبيات قديمات أنا قاريهن بالألفين وأربعتعش وطلبوهن مني هم على التليفون. كلش عزيزين يلي مشى وكلش عزيزين أخي وتهمل العين أبكي على أخواني وتهمل العين.
منك يلتقى وين يا الريحه منك يلتقى يا بعد عيون الاثنين بعدني بعاستك يا بعد عيون الاثنين. ما حصل جواب. انت تدري اذا الاخ يسولف ويا اخوه، انت تدري اذا ما جاوب ايش يصير؟ يرد يدنق راسه يظل يسولف خربان المحنه ويا اخوي المات خربان المحن. اخ ترى نقول هنا نقول هنا خويا نحكي صدق ونقول هنا ياهو اليظهرين بعد المشاوي ياهو اليظهرين. الله الله خوش سؤال حتى قاطع بعد يستلم مراي أخوي وعزيزي. أكو سؤال من نروح للمقبرة شاهد الله. أنا صار لي 5 أشهر وتقريبا 20 يوم توفت والدتي، يمكن البعض متابعني. أروح ليلة الجمعة أبات بالمقبرة، أبات بالمقبرة هناك، أخلص مجاليس أطبن بالثنتين للمقبرة أقعد يم القبر. هسا أنا برأيي أرد أسولف للأولاد أخوان المغدور، أرد أسولف لهم أقلهم من تروحون القبر أخوكم ما تقعدون يمه، تنشدونه بنزلة القبر لو ما تنشدونه. ليلة نزلتو شلون القبر ليلة نزلتو آخ شالي أشعفتو لذيذ الهوى وشالي أشعفتو خويا بالدار عفتو ترى عيدكم ولد بالدار عفتو ما حاس بيتاو يظل بيتي ما حاس بيت من كثر ما بالقبور حسن من كثر ما بالقبور لجلك متعب النشيد قلت ابني يمك نزل ليش اظل رايح وريد من كثر ما بالقبر لاجلك متعب النشيد قلت ابني يمك نزل خويا ليش اظل رايح وريد عزمت ربعك امس وطلعت بيهم جرد واليوم كلهم رجعوا ليش التشو منفرد اعزميت ربعها يا كميس امس وطلعت بيهم جريد خويا واليوم كلهم اجوا ليش التشو من فريد شنه بعد يقول اخوك شنه بعد ظلت راحل علي معتمد شنهي بعد ظلتي راح العلي معتمد خربت بعد كشخت سندان وبلا وريد خربت بعد كشختي ميمي سندان وبلا وريد. نذكر الفقيد جواد رحمة الله عليه لسان حال والده فركتك توجع عيوني وظلام الليل ياذيني بويا فركتك توجع عيوني وظلام الليل ياذيني أنا مو أنا
قاعد هيك واجطافك يوحيني اش ما طولت بالغيبة ابشرك تكسر سنيني تكسر سنيني من التام بتالي الليل اتعرف شنهي لي أذيني ليش القبور الضم الاسباع البز المرد حقه ما ضاع حسن يا اخوي اتمنى لو اتمنى لو اتمنى لو تحكي الشواجير على قبوركم تكتب تقارير غير القاب مكان اكون خاطر ما اقول انمات غير طش يرضى عن كل من مشاله يقول اخوك حسن يا اخويا غير القمت انا اكون خاطر ما اقول ان مات اقول القمثيل حسون ويقلولي بعد هيهات هيهات خويا القبور ما بي مقاييس خويا القبر ما بي مقاييس ضم الخطى واتفق تجيس غم القبر ضم المواليد جواد يا خويا غم الوكيد غم القبر ضم المواليد ضيع رسمهم والتقاليد عادة يتحدث المجتمع عن فقد الأخ أو بالأحرى أي عزيزا من الدار أي عزيز من الدار لكن من توصل القضية للأخ الحسين بعظمته قال الآن انكسر ظهري أبو علي يقول انكسر ظهري أنا ثار عاز تعازى عاز تعازى يا ناس الأخو عاز تعازى والله إلى عاز الأخ آخ يا متان تلاقى يا متان تلاقى خويا طالت غيبتك يا متان تلاقى يا هلي يا هلي يا يعفراقه يا يعفراقه ثار الأخو يا يعفراق بعد معاناة اللي ضايقها انتم اهل بغداد ماكو بيت ما بي عزاء وما فاقد اخ لو لو ابن عم لو ابو لو اخت عاصمة هاي صارت بيها كوارث كيف العودة إلى الدار تستقبل الوالدة أولادها تسأل واحد من الأولاد
تقول له يم أخوك ما موجود، يدور وجهه للمقبرة يقول له تنشدي عليك تنشدي عليك أمك يا أخويا تنشدي عليك. أنا تشاوي أنا لاقيك، تشاوي أنا ألاقيك يا لعني رحلت، تشاوي أنا لاقيك خويا خاف يا ذيك أعتب وأخاف العتاب يا ذيك. خويا متعود عليك نلتم سوا، متعود عليك يقف على باب الدار ينظر إلى الناس قال وياك هي عونك، قلت يل أخوك يبكي على مبكاك، تدري الأخو يبكي على مبكاك من يقعد وياك، من يقعد وياك، من يقعد وياك بقيت لوحدك، من يقعد وياك برض النجف مدريش حلاله. آخ يا يابا يا أبويا أرض النجف، يقول له برض النجف مدريش حلالك غيرك منه ومن جهالك. أرض النجف مدريش حلالك غيرك مني خادمة. أرض النجف برض النجف مدريش حلالك يا غيرك مني أو من جهالك، ما نرهمي من نحط بدالك انت الزلم هابت خيالك. ما لسان حال الوالدة اتشانك ما تقدر تعود، لا تخلي باب القبر مسدود. جانك ما تقبلي تعود، لا تخلي باب القبور مسدود. إلهي يا اسمك دواء وذكرك الشفاء وطاعتك غنى، ارحم رأس ماله الرجاء. شكر خاص إلى مؤسسة علي الحاج ومؤسسة صباح العزيز والمصور كريم الفريجي، نشكركم جزيل الشكر. إلى أمواتنا وأمواتكم، أموات السامعين والجالسين والمؤسسين، روحي من اجتمعنا لأجله، أمواتكم جميعا، روحي والدتي، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.